تربية الأطفال مهمة معقدة، وغالبا من يرى عكس ذلك لم يجرب، ولكن الاختلاف ربما يكون هنا على أصعب المراحل في هذه الرحلة. فهناك من يعتقد أن أصعب مرحلة في تربية الأطفال هي السنوات الأولى من العمر، وهناك أيضا من يرى أن ما قبل البلوغ أو الطفولة المتأخرة هي الأصعب، وثالث يراها المراهقة وما يصاحبها من تغيرات في الشخصية. نعم، وفقا لاستطلاع أجرته وكالة ون بول باسل، غالبية الآباء يعتقدوا أن أعمار 2، 3، و4 سنوات هي يعني سهلة جدا، قطعة من الحلوة زي ما ينقال، يعني مقارنة هذا بعمر 8 سنوات. وحسب نتائج الاستطلاع من المنطقي أن يكون عمر 8 عاما صعب، لأنه 8 هي رسميا طفل كبير يعتبر. صحيح. 8 هو الشخصية الاستقلالية والموقف اللي يصبح عند الطفل اللي كبر هذا فجأة. صحيح. ويعني غالبية الآباء والأمهات فيما يبدو في هذا الاستطلاع اتفقوا أيضا على أن هذه السنة كانت هي الأصعب، في حين أن السنة السادسة كانت أفضل من المتوقع، والسابعة كانت تحمل أكثر نوبات الغضب حدة. نلقي نظرة على بعض الأسباب والتي تجعل عمر 8 هو الأصعب في نظر الأهل وفق موقع بارنتس. نبدأ بالعناد، حيث يمكن أن يكون الأطفال في سن 8 عنيدين، يغلقون الأبواب ويديرون أعينهم في محاولاتهم لتأسيس استقلالهم أو استقلاليتهم وفرديتهم أيضا. عدم الاستجابة للأهل هو سبب آخر لصعوبة هذه المرحلة، لأن الدراسة هنا تقول بأن الاتجاه أو التجاهل المباشر للوالدين هو سمة مميزة لعمر 8 سنوات. أيضا تشير الدراسة إلى أن الأطفال قد يقبلون أي طلبات منزلية بالرفض هنا، حيث تعتبر هذه الصفة ملازمة للأطفال في سن 8. مثلا غالبا ما يعتبرون الأعمال المنزلية هي نوع من أنواع التعذيب. كذلك تقول هذه الدراسة بأن تقلبات المزاج هي من أصعب سمات الأطفال في سن 8، وهي ما تشكل مشكلة للأهل في التعامل مع الأطفال في هذه المرحلة تحديدا. بدورنا سألنا الناس في الشارع في أي عمر تكون تربية الأطفال أصعب ولماذا، وكانت هذه هي الإجابات. عندما تكون أنه الإدارات، إدارة الحضانة أو إدارة الروضة أو إدارة المدرسة، إدارة جيدة ومتميزة في وضعها، بالتأكيد أنه تشعر الأب أو رب الطفل أنه هو في أيادي أمينة، فمطمئن على مسيرته الدراسية. ولكن يبقى عندنا الجانب الآخر اللي نعول عليه، هو كان الجانب الاقتصادي، لأنه حقيقة الفترة اللي دخلوا بها في المدرسة هي فترة الحصار، فترة التسعينات، وكانت من أصعب الفترات اللي مرت على الشعب العراقي، وبالذات شريحة الموظفين وأصحاب الدخل المحدود. وبالتالي نعم كان هنالك معاناة اقتصادية، ولكن بالمقابل ما عندنا معاناة تربوية، لأنه المدارس اللي كانوا بها من المتميزات كإدارة وكطلبة وكنتائج، الحمد لله وشكرا. والله غالبا تكون الأعمار المتوسطة، يعني من سن 14-15 فما فوق، طبعا هذا أعمار شوية حساسة، والأعمار الصغيرة تكون أنت تقدر مثل العجينة تقدر تتصرف فيهم كيف ما تريد يعني، ولكن من وصل هذا السن فهني لازم تكون أنت متوازن، الضغط تشكل مشكلة، وأيضا تعطي المجال، تفتح المجال أيضا مشكلة. أما إذا بتسألون عن الوقت الحالي، حن ما نتكلم عن جيلنا، إحنا حن جيلنا كان نشأنا على أمور أخرى، نشأنا كل شيء في بساطة، وجلوسنا دائما عند شيابنا وعلى القهوة وعلى هذه الأمور. لكن الآن لا، هذا الولد ينشأ على القنوات، وهذه القنوات أصبحت شوية فيها إشكالية حقيقة. يعني الحقيقة شوفي، كل واحد وثقافته، يعني لما تكون العائلة مثقفة وعندها اطلاع، يعني وأمهم مديرة في إحدى الوزارات كذا، فتكون التربية تكون مو صعبة علينا. الأول كان الأب والأم هم القدوة، اللي هم اللي يربوا الأولاد، والترتيب من عندهم، هم يطلعوا للمدرسة، يطلعوا لأي مكان على حسب اللي مشوف داخل البيت. الحين بالنسبة للحين لا، تغيرت الأمور. الحين يقول لك الأب والأم ما في شو اسمه ذا حماية الطفل ولا شو اسمه هذه الأمور، ما تضربه، لا تقوله، لا تذكره، لا ما أدري إيش، عشان لا يتأثر. وهنا المشكلة أبو حصلت هذه النقطة. أما في الأمور الباقي الحمد لله كل شيء يعني متوفر، وأكثر متوفر في الوقت الحاضر.
ومعنا مدربة التوجيه الأسري سراء ناصر. صباح الخير عليك يا سراء. على أي أساس هنا برأيك يعتقد الأهل بأن سن الثامنة هو أصعب مرحلة عمرية؟ صباح الخير. هلأ عمر 8 سنوات هو طفل لكن طفل كبير، يعني بطل الصغير بطل بدك تعامليه بنفس الطريقة اللي كنا عاملها وهم أصغر. أوكي. فهنا بصير إنه بده يثبت شخصيته أكثر، بيحكي بطريقة مرات ممكن غير مقبولة للأهل، لكن هو بعده طفل، بعده مو عارف شو عم بيحكي، بده يثبت شخصيته، بلش إنه يكون هويته اللي هي بنعتبرها هاي المرحلة اللي هي مرحلة ما قبل البلوغ. كمان ببلش حتى مرات بعمر 8 سنوات 9 سنوات جسمهم يتغير. فهم الأطفال بهذا العمر عم بيشوفوا التغييرات على نفسهم والأهل مو قادرين يستوعبوا، عم بقول لك إنه أنا هذا الطفل كيف كبر. فمرات بتكون كمان الصعوبة من الأهل إنه هم مو عارفين يتعاملوا مع هذا الطفل بمرحلته الجديدة، لأنه الطفولة كلها من عمر 0 ل 18 سنة هي مراحل، وما بيزبط كل مرحلة نعاملها نفس المرحلة اللي قبل. هو هذا الطفل بعده عم بيحكي رأيه، ومرات بيصرخ، ومرات برضه مع إنه أنت هو بيعتبر حاله كبير وبيحكي رأيه، لكن بنفس الوقت هو طفل لساته بده ياكي تعبطيه وتهتمي فيه وتحبيه. فهون تكمن الصعوبة إنه هو تقريبا خلينا نحكي هذا العمر اللي أنت محتارة فيه، هل هو طفل ولا هو كبير؟ فهون تكمن الصعوبة، هل أنا أعامله طفل ولا أعامله كبير؟ طيب شو الجواب؟ لا نحن نعامله طفل ولا نحن نعامله كبير، إحنا بنكون متوازنين. بدنا نعرف إنه متى إحنا بنسمع هذا الطفل وبنسمع رأيه، ومتى فعلاً بنمشي مع رأيه، ومتى لا. انت هذا الرأي انا بحترمه، لكن انت لسه بدك تمشي على قواعد معينه بتناسب الطفوله ما بتناسب العمر اللي اكبر منك. بتلاحظوا حتى هلا مع الاكسبوجر تاع اليوتيوب والسوشيال ميديا، الاطفال اللي عمرهم 8 سنوات عم ببينوا حتى اكبر من عمرهم، عم بيحاولوا يلبسوا لبس اكبر من عمرهم، بدهم هم نفسهم خربطين، هل انا بدي اكون كبير ولا بدي اكون صغير؟ فهون تكمن الصعوبه. طيب هو موضوع يعني مش عايز اقول العصيان، ولا بدايه التفكير وبداية الاستقلالية والكلام ده بيحصلش بين يوم وليلة، يعني بيكون في عملية بتتطور مع الطفل. في أي سن بالتحديد بيبدأ الطفل في تطوير هذه الرغبة في الاستقلالية؟ خلينا نقول أنا برأيي إنه الاستقلالية ببلش الطفل من هو فعليا بيبي، انه بده يكون مستقل. لما يصير عمر السنه بصير بده يربط ربات بوته، بصير بده يعمل اشياء. هاي هون اصلا الاستقلاليه هي فطره في الانسان. الانسان ما بحب يضله معتمد بكل شيء على اي شخص من هو طفل صغير. لكن احنا اذا بنحكي عن العصيان وعن التمرد، خلينا نحكي بالاعمار الكبيره هو بيكون شوي أصعب، لأنه بالأعمار الصغيرة لسه بتكون أنت مسيطر أكتر، لسه أنت معتبر أنه هو طفل أكتر، فبتتعامل معه بطريقة مختلفة لما يكبر. أكيد التمرد الأكبر بيكون بمرحلة المراهقة، لأنه فعلياً هذا هو صح عمر 8 سنوات ببلش أنه يشكل هويته، لكن عمر 14 15 12 13 انا بده يورجي انه انا مستقل عنكم. لا، وبده يورجي انه انا مش مهتم فيكم ولا مهتم برايكم، انتم اصلا يمكن اولد فاشن مو عاجبه اهله، لكن هو بالعمق لسه بده رضا اهله وبده حبهم ولسه بده اهتمامهم. فهو تقريبا ببلش بهذا العمر. وكثير مهم اذكر نقطه انه مش كل الاطفال نفس الشيء. يعني في اطفال بتبلش مرحلة الصعوبة عندهم بعد 10 سنوات، في أطفال قبل. يعني كتير من تجربتي مع الجلسات الخاصة بيقولوا لي إنه أنا ابني لما كان مثلاً عمره 4 5 6 7 سنوات كان كتير سهل، لما صار عمره 10 صار أصعب، أو العكس وهو صغير كان كتير صعب ولما كبر. فهو شيء كتير مختلف من شخص لآخر. لكن كل المراحل العمرية وبدون استثناء فيها صعوبة، فيها صعوبة، مش رح أحكي صعبة، فيها صعوبة. لهذا خلنا نسألك تحديدا ونحدد هنا المرحلة المبكرة، يعني 2 3 4 سنين كيف تكون؟ عادة كمان ما بتكون سهلة، لأنه الطفل ما عم بعرف يسيطر على مشاعره، ولا عارف حتى أنه يتعامل مرات حتى بالكلام، وعارف يوصل مشاعره بالكلام، ولا عارف يتعامل مع مشاعره. فتقريبا 24 ساعة لما يكون معصب هو عم بيبكي، هو عم برمي حاله بالأرض. فهون تكمن الصعوبة، لأنه
بالأخص إنه إحنا جيلنا ما كتير كمان تعود يتعامل مع مشاعره، فأنت مرات مشاعر طفلك بتعمل لك بيستفزك لأنه أنت أصلا مش عارف تعامل مع مشاعرك، فهذا التصرف كتير عم بيستفزك. فطبعا عمر سنتين ثلاث كمان مش سهل، إلا إذا إحنا تفهمنا كيف إحنا نتعامل مع هذا التصرف. عمر سنتين ثلاثة برضو بدك تعطيه استقلالية برضو، بس بطريقة كمان متوازنة، بطريقة بتناسب عمره، لأنه كل عمر إله توقعات معينة بإيش أنت تكون مستقل. ما بزبط أنت مثلاً عمر 3 سنين توديه مثلاً على السوبر ماركت يشتري لك شيء، بس مثلاً بتقدر عمر 12 سنة أنك توديه على مكان أنت عارف أنه أمانه يشتري لك لحاله. أنا عم بحكي طبعاً. فهذا هو، برجع بقول ما في عمر يخلو من الصعوبة، لكن كل عمر بنقدر احنا كيف احنا الاهل نتعامل مع هاي الصعوبة، كيف نقدر نفهم. عشان دائما بنقول للاهل كونوا مطلعين اكثر، اقرأوا، اسمعوا الناس المختصة، ما تسمعوا كثير لكن اسمعوا من تجارب غيركم. وبنفس الوقت نتذكر انه التربية هي رحلة تعلم، يعني مستحيل احنا نكون عارفين كل اشي. انت عم تتعلم وطفلك عم بتعلم، وانت حتتعلم عنه وحتتعلم عن حالك، وهو برضه نفس الشيء. فهون تكمن الصعوبة، انه احنا ما عارفين شو مستنينا، بس يستنى يعني يصير فيه معنا إشي إحنا مو عارفين مرات نتعامل ونتصرف، وهذا إشي كتير طبيعي. طيب. جدا طبيعي، مش إذا أنا أم وأب معناته لازم أعرف أتصرف بكل شيء. هيك هي رحلة تعلم دائم يعني. دائما. طيب، إلى جانب الاختلاف بحسب المراحل العمرية، هل بتختلف الصعوبة بحسب إذا ما كان الطفل ذكر أو أنثى؟ نسمع كتير ناس بتقول الحمد لله أنا عندي بنت أنا مرتاح، أو إن البنات راحة، هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ صراحة يعني ما عندي جواب محدد لهذا السؤال، لأنه يعني وهو ما في جواب جوهري بصراحة، لكن فعليا في بنت بتكون أسهل من ولد، وفي ولد أسهل من بنت. ففي كتير يعني، وبرضه من تجارب من خبرة بقولك إنه الحمد لله إنه عندي ولاد، لأنه البنات عندهم مشاعر كتير وهرموناتهم وهيك. وفي ناس بتقولك لا والله البنات كتير أسهل. فهو أقولك إنه في جواب الولاد أسهل لا ولا البنات أسهل، هو برجع بقول الشخصية. أنا أفهم شخصية ابني، أنا أعرف كيف أتعامل مع كل ولد. في شخصيات بتكون أكيد أسهل من شخصيات، لكن ما أظن ابدا لها دخل بولد وبنت. هلا الولد مختلف عن البنت بكثير اشياء، بطريقه لعبه، بالاشياء اللي بحبها، باهتماماته، يمكن حتى بطريقه الـ 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 كيف بوصل حبه لإلك. وبرضه مو شرط يعني، لانه في بنات برضه مثلا ما كثير بحب يقول لك البنات احن مثلا يعني، ما يعني هي ما بزبط نقول انه الاولاد اسهل او البنات ممكن اسهل. نقول انه في مراحل معينه البنت بتبقى محتاجه اشياء في تربيتها، وفي مراحل اخرى ممكن يكون الولد هو اللي محتاج الاشياء دي، وبالتالي كل مرحله بتبقى اصعب بالنسبة للجنس المعين يعني. أكيد، وظروف العائلة مرات تختلف. يعني لا سمح الله في مثلا عائلات عندهم مثلا فقدان للأب العائلة، فإذا الأم عندها ولد ممكن تستصعب، لأنه الولد مثلا بحاجة لرجل إنه مثلا يوجهه بأشياء معينة، حتى لو كانت الأم قد ما كانت يعني مطلعة ما بتكون يعني. لأنه بدها حدا مجرب. فهي بتختلف بين ظروف العائلة، بتختلف بين الشخصيات، وكتير عوامل يعني بتساعد إنه يكون إشي سهل أو صعب. إيه. طيب ماذا عن مرحلة المراهقة هنا؟ يعني في ناس حتى سمعناهم في الاستطلاع يعني يشكوا من مرحلة المراهقة أنها هي أصعب المراحل، ونعرف الكثير من الناس كذلك تواجه مشكلة لما هذم الأطفال يوصلوا لهذا السن تحديداً اللي ممكن يعتبر حساس يعني. هلا فعليا امبارح عملت زي استفتاء على السوشيال ميديا، وفعليا طلع الأغلب كتب إنه مرحلة المراهقة هي الأصعب. مرحلة المراهقة أكيد فيها صعوبة، لأنه هذا الطفل صار بالغ نوعا ما يعني، خصوصا عمر 14-15 سنة. بصير برضه في زي ما قلنا قبل شوي تمرد، في بصير عنده عالم عم بيكتشفه بده يعيشه. فمرات الأهل بيكون إنه رافضين إنهم يواجهوا حقيقة إنه هذا الطفل صار كبير. وإيش كتير مهم كيف إحنا نخلي مرحلة المراهقة أسهل، هي بتبدأ من الطفولة، إنه أنا أسمع لابني، يكون في دائما حوار بينه وبينه، يكون في احتواء، يكون عارف إنه حتى لو هو غلط هو بأمان. صح في عواقب أكيد لما الطفل بغلط أكيد له عواقب، لكن بنفس الوقت أنا رح أدعمك، أنا موجود هنا حتى نحتوي الموقف، ومش بس مش عشان أنتقدك. بمرحلة المراهقة لا، بكل المراحل الأطفال لا يحتملوا الانتقاد، لكن هي مرحلة المراهقة هي الأسوأ، لأنه هو يعتقد أنه أهله بكرهوه،
وبيعتقد انه هم ما بدهم اياه يكون مبسوط وما بدهم اياه يكون سعيد لانه خلص صار هو كبير نوعا ما، وبنفس الوقت لسه مش عارف مصلحته 100%. اشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، مدربة التمويل الأسري سورة الناصر، شكرا لك.